خالد. خالد الله، هو راح فين؟ الحقيقة أنا اتفقت معاه امبارح إني أفسحه النهاردة. على فكرة حضرتك نسيتي حاجة مهمة أوي امبارح بالليل. إيه؟ شفتي دبل إزاي عشان ما جيتيش تاخديه؟ ماما أنا اتفقت مع الكابتن حسين إنه يجي يفسحني النهاردة. لما يجي بابا يبقى يفسحك. هو حد عارف هيجي إمتى؟ خالد. طيب. على كل حال اعتبريني زي والده. أروح يا ماما؟ لا ما ينفعش. دي لازم ماما تيجي معانا. دي فسحة تجنن. ايوه عشان خاطري يا ماما. ايوه عشان خاطري يا ماما. ممكن تاخدي لي صورة مع خالد؟ حاضر. يلا يا خالد. ساعدته. ما عندكش فكرة يا خالد ليه هعتز بالصورة دي؟ اسكت احسن الكلام يطلع في الصورة. يسمعك وانت بتتكلم يقول انك مصري. طب انا مصري بس بشتغل هنا. طب ليه ما بتشتغلش في مصر؟ اشتغلت في مصر واشتغلت في بلاد كتير. مين عارف بكره هشتغل فين؟ وايه البلد اللي تعجبني بقعد فيها. طب حسين عاوز اطلع فوق. يلا نطلع فوق. دي بقى المينا القديمة، أجمل مصيف ممكن الواحد يقعد فيه. تيجي تسوق؟
ايوه ما تخافيش يا ماما، الكابتن حسين معانا. برافو عليك يا خالد. الراجل يخاف من التعابين؟ ما تخافش يا حبيبي. ايه انت بتخاف من التعابين ولا ايه؟ انا ما بحبش التعابين ولا انا، بس ما بخافش منهم. ولا انا كمان. كالعادة في تقاليد الزفاف على الطريقة التونسية، وقع الاختيار على الكابتن حسين ليقوم بدور العريس، وعليه اختيار عروسه من المدعوات. تفضل يا كابتن. يا كابتن يا ضغطك، ورينا بقى هتختار مين. هختار اجمل ورق واحدة في الحفلة. هما هيتجوزوكوا لبعض بجد؟ يا ريت يا اخي. يا خسارة، كان نفسي اشوفك عريس بحق حقيقي. يا وحش. مش بعيد. باي باي. باي باي. هيختار لي يا ماما. حلو قوي. أنا؟ مفيش أجمل منك. يلا يا مرة. لا أرجوك يا حسين ما تحرجنيش. يلا يا مرة ما تحرجنيش. ما تحرجنيش يا ماما. ده دار ولد. يلا يا ماما ده هزار. يلا أرجوك يا حسين، أنا ما أعرفش أرجوك. يلا. لا لا لا. يلا. يا خرابي مش ممكن. Thank you.
أنا يمكن قصرت في حقك كتير، لكن غصب عني أنا محتاج لأجازة طويلة نقضيها مع بعض، شهر عسل جديد نلف فيه العالم أنتي وأنا. صدقيني أنا من النهاردة هبقى إنسان تاني، حياتنا هتبقى حب جديد، هفضل دايما جنبك، عمري ما هبعد عنك. منى أنتي بالنسبة لي كل حاجة، أنتي حبي. محمود. محمود؟ محمود مين؟ جوزي. وحشك؟ دايما بعيد عني، دايما مسافر، دايما عنده شغل. انا لو متجوز واحده حلوه زيك ما سيبهاش ابدا. الكلام ده بس في الاول، لكن بعد 10 سنين جواز كل ده بيتغير. انت فكرتي غلط قوي عن الجواز. انا زوجه بقالي 10 سنين، لكن انت لسه. يمكن لاني ما كنتش قابلت الانسانه اللي ممكن تملى عليا حياتي. ولو قابلتها؟ عمري ما حاسبها.